أهلا بكم من جديد، ويشرفني في الاستوديو الأستاذ أحمد أبو السعد، خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية. أهلا بك يا أحمد. يا أهلا وسهلا. خلينا نتكلم عن طرح أرامكو. بنتوقع أو المعلن أنه الحد اللي جاي هيبدأ الاكتتاب في الطرح، والتداول هيكون في 11 ديسمبر. الطرح وصف بأنه الأكبر تاريخياً، إزاي ممكن يأثر على انتقال الأموال في المنطقة؟ خلينا نقول إن شركة أرامكو زي التقرير الوافي اللي أنتوا عرضتوه قبل الفاصل، هي الشركة الأكبر في العالم. صحيح. هي الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية، ايا كان هتطلع كام، لان احنا لسه في فرق كبير وهنيجي نتكلم عنه. لسه النسب ما تحددش، مش النسب لسه، كمان التقييم الرينج بتاع التقييم لسه ما طلعش، ده اللي المفروض هيطلع الاسبوع الجاي. بس احنا بنتكلم ما بين 1.2 تريليون دولار لغايه 2.2 تريليون دولار، وده رينج واسع قوي، فلسه رينج التقييم ما طلعش. فإنها بنتكلم فيرسز أكبر حاجة مثلا أمازون، بنتكلم في أواخر السبعميات، فبالتالي هي كده كده الأكبر من حيث رأس المال السوقي هتبقى. كمان هي الأكثر ربحية من كل شركات العالم. لأن احنا طبعا احنا بنتكلم، يعني أرامكو النهاردة لغاية نتائج التسع شهور عاملة حوالي 68.2 مليار دولار صافي ربح في التسع شهور. يعني احنا بنتكلم معديين، هتكسر ال 90 مليار دولار مستريح. بنتكلم ان هي الشركه هتعمل اكبر توزيع، ان هي كوميتد ان هم ملتزمين ان هم هيوزعوا، بنتكلم في حوالي من 70 ل 75 مليار دولار توزيعات ارباح في 2020. بنتكلم في شركه راس المال السوقي بتاعها، هي شركه بتشتغل في مجال البترول والغاز، ان حجم الشركه دي هيبقى قد حجم اكبر من حجم اكبر ست شركات بترول وغاز مجتمعين مع بعض، اكسون موبيل، شيل، بي بي، توتال، اكبر سته. تمام. دي هتبقى اكبر منهم كلهم. فبالتالي احنا بنتكلم في كيان في رقم مهول، بنتكلم في رقم مهول، بنتكلم في نقله كبيره في اسواق المال العالميه، مش في السعوديه، مش في المنطقه، بنتكلم في حاجه كبيره جدا. واضح جدا ان الطرح من كتر ضخامته، شايفين عدد البنوك اللي بتشتغل عليه قد ايه، شايفين حجم الناس اللي بتتكلم ان هي هتبتدي تخش في الاكتتاب ده. بنتكلم الصين النهارده بتقول ان انا ممكن تحط لغايه 10 مليار دولار. بنتكلم اكبر عائلات سعوديه زي العليان، زي الوليد بن طلال، الناس دي كلها ناس كتير قوي داخله الاكتتاب ده. طبعا لما هيدخل سهم زي ده في بورصه السعوديه هيؤدي اوتوماتيك كده ان وزن السعوديه كسوق مال بيزيد وبيرتفع بشكل كبير جدا في وسط الاسواق الناشئه. طبعا دي حاجه كويسه جدا، وهينعكس اكيد على كل شركات النفط العامله في السوق السعوديه وايضا في المنطقه وفي العالم. مش العالم بس في العالم بس. يمكن ايه، لو كنا بس غصب عننا بنبص على مصر شويه. طبعا لما وزن اي دوله بيرتفع داخل مؤشر الاسواق الناشئه بيرتفع، فهو بياكل من الدول الاصغر حجما، فبالتالي حجم سوقنا كالعاده مصيره الى الايه، الى التاكل، وزن مصر اكتر. فبالتالي دي رساله لابد من الإسراع بالطروحات الحكومية. أدينا لكن المسؤولين في مصر كانت نظرتهم مختلفة، كانوا شايفين أنه بما أنه أرامكو هيكون طرح كبير وهيسحب رؤوس أموال كتير، فربما ليس من المنطقي أن احنا نعجل ببرنامج الطروحات. لا، احنا طبعا يعني يمكن كان في ناس عندها بعض التخوف ده، يمكن انا لا اشاركهم الراي. طرح ارامكو طرح كبير جدا. الناس اللي هتدخل في ارامكو مش هي اللي هتدخل في اسكندريه لتداول حاويات وفي ابو قير الاسمده وفي مصر الجديده، يعني بنتكلم على سكيل تاني. فمش هم نفس الاودينس، مش هم نفس النوعيه مختلفه من المستثمرين، مش هم نفس الحجم يعني. فبالتالي لا، انا يعني ممكن ما اتفقش قوي مع الراي ده، بل بالعكس نستغل الزخم بتاع لفت الانظار للمنطقه ونقول لهم ده على فكره في حاجات تانية كتير في المنطقه. الانظار هتتلفت للمنطقه ولا للسعوديه تحديدا وقطاع البترول؟ ناس كتير من اللي كانت، انت عارف حضرتك، السوق السعودي ما كانش مفتوح قوي للمستثمرين الاجانب. طول عمر السوق المصري هو من اول الاسواق المنفتح جدا على الاستثمارات الاجنبيه. فالناس كتير كانت بتيجي تستثمر في مصر مستنيه اللحظه اللي السعوديه فيها تنفتح على العالم. على فكره يعني، فبالتالي مليون في المية وجود شركة زي أرامكو في سوق زي السعودية
قريب جدا مننا اكيد هيخلي الناس على الاقل تبتدي تعرف المنطقه اكتر، تعرف الاجواء الجيوسياسيه اللي في المنطقه اكتر، لان انت لما تبصي في نشره الاكتتاب بتاعت ارامكو حتى مش بتاعت الاسهم، بتاعت السندات اللي طرحت اول السنه، هتلاقي ان هو كان بتشير الى وجود بعض التهديدات الايرانيه اللي هي ممكن تكون اتحققت في التفجيرات اللي حصلت كده. ده حصل فعلا. لو جينا بصينا على التقرير اللي جوه نشره الاكتتاب اللي هي طالعه من بيسموه الاستشاري بيقول الاستشاري خارجي مستشار يعني الطرف. استشار لا مش مستشار طب استشاري خارجي بيتكلم عن عن صناعه الغزو البترول بيقول ان ممكن ان في خلال 20 سنه ان خلاص الاويل هيوصل او البترول هيوصل ايه والبيك للبيك بتاعه للذروة. في خلال 20 سنه برغم ان ارامكو بتقول شايفه ان هو التقرير ده مبالغ فيه مبالغ فيه شويه فبالتالي لا احنا بنتكلم انا شايف ان طبعا طرح زي ده طرح عملاق طرح كبير انا شايف ان هو هيكون جاذب لرؤوس اموال كتير جدا نحاول نستفيد بيه طيب خليني اسالك عن السبب في وجود رينج واسع للتقييم هقول عليه النهارده هو ايه هدف السعوديه من طرح ارامكو باختصار اكتذاب رؤوس اموال اكثر طبيعي ده 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 من طبيعي من اي طرح بس طبعا ايضا عايزين يعملوا ريبوزيشننج أيوة. للمملكه بالظبط هو ده هو الفكره كلها ان الدوله السعوديه او اجمالي الجي دي بي الناتج المحلي بتاع السعوديه هو معتمد بنسبه كبيره بنتكلم فوق الدخل على 95% على الغاز قطاع النفط فبالتالي هو النهارده عايز ينوع الاقتصاد فعايز لما يبيع الجزء ده يبتدي ياخد الفلوس دي يبتدي يستثمرها في قطاعات متعددة ومختلفة بحيث ان هو يبقى في نوع من انواع التنويع القطاعي في الاقتصاد السعودي فيمكن ده الهدف الكبير فانا اعتقد ان حاجة زي كده هتتحقق بالطرح بلس ان هو كمان في مرحلة الانفتاح اللي فيها السعودية خلال الفترة اللي فاتت اعتقد كمان ده بيشمل سوق المال زي ما بيشمل النواحي الثقافية والنواحي يعني زي ما احنا شايفين اللي بيحصل في السعودية خلال الفترة اللي فاتت تغييرات كتير في وقت قصير جدا تنشيط السياحة فعلا في كل المجالات كل ده في الفيزا في اجراءات الفيزا الفيزا للسياحة او للعمل فبالتالي لا في طفرة كبيرة حاصلة في السعودية انا اعتقد ان هي بتلاقي يعني ترحاب من الجميع في العالم كله طيب في النهاية ممكن الرينج يكون ولا السعودية مش لا لسه بص الحكومة السعودية هي بتبتغي ان هي توصل 2 تريليون اراء محللين كتير ان هم او المشترين عايزين طبعا اقل من كده بكتير يمكن الرينج عشان كده واسع 1.2 تريليون ل 2 تريليون ده رقم يعني فجوه كبيره جدا فاعتقد اصفار كتيره قوي لا ما احنا بنتكلم في ارقام طبعا كبيره جدا بس اقصد اقول ايه يعني ده العرض وده الطلب فهيتلاقوا هيتلاقوا اعتقد ده اللي هتلاقي الرود شوز اللي كانت شغاله خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا عشان تقرب في فرق ما بين كمان التقييم وسعر الطرح يعني سعر الطرح مش شرط ومش هو التقييم التقييم ده حاجه جايدنس انما سعر الطرح ده اللي هيتحدد بناء في الاخر اللي مين اللي هيحدد على فكره اللي هيشتري ففي بوك بيتفتح البوك ده الناس هتحط فيه طلباتها والطلبات دي هتكون باسعار وفي الاخر السعر هيبان يوم 5 ديسمبر طيب ممتاز هي واضح انه هتكون فتره مثيره جدا. صناديق الاستثمار بيكون تحركها ازاي في مثل هذه الاوقات يعني في اختياراتهم صناديق الاستثمار العالميه طبعا احنا بنتكلم طبعا اكيد صناديق الاستثمار في الاسواق الناشئه بصفه عامه هتلاقي اكيد ناس كتير منها كانت عندها شويه بتحاول تحافظ على شويه سيوله بحيث ان هي تقدر تدخل الاكتتاب بتاع ارامكو هتلاقي نفس الكلام ده انعكس حتى هتلاقي سوق اداء السوق السعودي خلال الفتره اللي فاتت مش افضل شيء لان برضو ايه في ناس كتير كانت بتسيل بعض الاسهم بحيث ان هي توفر سيوله لدخول ارامكو النهارده كل صناديق الاستثمار هتلاقي بتراعي التنوع القطاعي وتراعي التركز كمان وتراعي حجم السيوله في حاجه زي ارامكو فبالتالي اكيد ده كل ده بيتاخد في الاعتبار في القرار الاستثماري بس قطاع النفط خلينا نقول ان هو مش شرط يكون في ناس كتير بتحب تنقى من الاستثمار عن في القطاع ده لماذا؟ لانه في تذبذبات كتيره في السعر ولا؟ هقول لحضرتك هو على حسب نوع صندوق الاستثمار بس خلينا نقول ان في ناس كتير بتحاول تبعد عن الـ الشركات
اللي تكون متاثره باسعار الكوموديتيز قوي. يعني لان بتخلي شويه النتائج نتائج الاعمال بتاعتها مرتبطه بسعر الكوموديتي دي في النهايه. يعني هنا سعر ارامكو هيبقى مرتبط بشكل كبير جدا بتحركات سعر البترول. فلو سعر البترول طلع وده معتمد على ديناميكيه ثانيه بقى على طلب وعرض صناعات حقيقيه وحتى أوضاع دول، يعني زي ما كنا بنتكلم أما حضرتك أشرت للتفجيرات اللي تعرضت لها أرامكو شخصيا، أكيد أثرت في الوقت ده ولو لأيام بسيطة جدا على أسعار البترول. فعادة مدير استثمار، يعني أنا واحد زي حالتي بنحاول اللي هو أي حاجة ليها علاقة بأسعار سلع بتتغير، مش خاضعة لإدارة الشركة. يعني مش حاجة مثلا إدارة الشركة بعيدة عن سيطرتكم، بعيدة عن سيطرة الشركة. يعني مثلا إحنا بنتكلم في اجتماع الأوبك المفروض في أول ديسمبر، ولو روسيا وافقت إن هم يقللوا الانتاج، يقطعوا الانتاج مع الاوبك مع بقيه الاوبك بحيث سعر الاويل يطلع، بحيث يعرفوا يبيعوا ارامكو بسعر افضل شويه. فبالتالي مش ما بتبقاش الناس فاتحه صدرها قوي، خلينا نقول في القرار الاستثماري في حاجه مش كل مقدرات الشركه بتبقى فيها. بس شركه كبيره جدا، احنا بنتكلم يعني نزلت ارباح مثلا 9 اشهر ل 68 مليار دولار من 83، ففرق كبير. بس احنا يعني كده كان بنتكلم في رقم بقول لك بنتكلم اصلا 70 مليار دولار يعني. طيب اما سالتك عن اختيارات الصناديق قلت لي اكيد صناديق عالميه، حضرتك مش شايف انه في اي صناديق في المنطقه تستطيع ان هي تستوعب الدخول في هذا الطرح؟ لا تقدر تدخل، ولكن مقصود غير قادره على ان هي تغطي الاكتتاب بهذا الحجم. لان الاكتتاب بهذا الحجم هو اكبر من اي صناديق استثمار موجوده في المنطقه. صناديق استثمار موجوده في المنطقه كلها صناديق مش احجامها مش كبيره. أوكي. مش كبيره، يعني انت مفيش الارقام اللي تقدر ان هي تغطي طرح زي ده. احنا بنتكلم على دول محتاجه تدخل تغطي الاكتتاب ده، مش مجرد صناديق عاديه. صحيح. طيب انا احب استثمر فرصه وجودك معانا النهارده لانه نحب نتكلم عن مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصدار صندوق عطاء، اول صندوق للاستثمار الخيري بتخصص امواله لصالح الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه. الرئيس كان دعا لده في سنه 2018، دعا لتوفير كل سبل الدعم لهذه الفئه. احكي لنا اكثر عن الصندوق ودوركم فيه في شركة أزيموت. هي طبعا الصندوق ده الحقيقة كانت مبادرة رائعة في الاحتفال بيوم المعاق السنة اللي فاتت، كانت أعلنت عنها دكتورة غادة والي. والحقيقة يمكن هي أعلنت عنها في ديسمبر، ولكن يمكن هي من شهر إبريل مع الأستاذ شريف سامي كانوا بيتبحثوا الفكرة زي كده، واستدعوني بحيث ان انا من ناحية انا مدير استثمار، انا المنوط بيا انشاء الصناديق او ادارة صناديق استثمار، وفي نفس الوقت انا واحد من الناس اللي عندي ارتباط بذوي الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة، ارتباط شخصي وتاريخي. فبالتالي عارفين ان انا هبقى متحمس جدا لحاجة زي كده. والحقيقة فورة اعلان الوزيرة غادة والي عن الصندوق، الحقيقة الرئيس استجاب وتحمس جدا، ويمكن حاجة شرفت الناس كلها. ويمكن تم الاعلان في نفس اليوم عن تخصيص تحيا مصر ل 80 مليون جنيه كاكتتاب في هذا الصندوق، وكمان 20 مليون جنيه من هيئة الاوقاف المصرية وبنك قناة السويس ب 5 مليون جنيه. الكلام ده كله تم انشاؤه في خلال صندوق استثمار. اللي قام بتأسيس صندوق الاستثمار ده بنك ناصر الاجتماعي، ويمكن بمجهود كبير جدا بنك ناصر الحقيقة مع شركة أزيموت قدرنا ان احنا نطلق اول صندوق استثمار خيري ونعدي. يمكن انت عارف حضرتك دايما الحاجة في اولها لما تبقى اول منتج من هذا النوع بيعاني من مصاعب كتيرة، انما الحقيقة كون ان كان صندوق استثمار خيري والخدمة ذوي الاعاقة لاقى ترحاب وتكاتف من كل الناس. يمكن الهيئة العامة للرقابة المالية كمان ساعدتنا جدا ان احنا عشان ازاي ان احنا نطلع بهذا الصندوق. فاصبح بنك ناصر هو المؤسس، اصبح اول المكتتبين هو تحيا مصر والاوقاف
وبنك قناة السويس، ويمكن كمان يوم الاثنين اللي فات من خلال الاحتفالية بتاعت اطلاق الصندوق الدكتور محمد عمران اعلن عن تبرع الهيئة العامة للرقابة المالية ب 10 مليون جنيه، واعلن عن تبرعه هو كمان بصفة شخصية. بل بالعكس الهيئة بتشجع كمان الشركات الخدمات المالية الغير مصرفية من اجل الاكتتاب في الصندوق. كل الناس اللي بتشتغل في الصندوق بتشتغل متطوعة بدون تقاضي اي اجر، سواء كان مدير استثمار وشركات خدمات الاداره، سواء بنوك متلقيه الاكتتاب، سواء كان المراجعين الحسابات، سواء كان المستشار القانوني، الناس كلها بتتكافئ. يعني عمل خيري متكامل. عمل خيري. ازاي بتدار مثل هذه الصناديق، وازاي بيختلف عملها عن عمل الجمعيات الخيريه؟ طبعا ده اهم حاجه، وده اللي يمكن نفسنا الناس كلها تعرفه، هو يعني ايه صندوق استثمار ويعني ايه خيري. الاثنين يعني ممكن يكونوا يعني متناقضين الى حد ما، صح. طب الحقيقه تشريعات سوق المال اتاحت لانشاء الصناديق الخيريه من كام سنه، ويمكن ده اللي احنا تحمسنا ليه. اصبح ان بننشئ شركه صندوق، الصندوق ده بيكون منوط به ان هو يجمع اموال من العامة، سواء من مؤسسات، سواء من شركات، سواء من أفراد، سواء من مصريين، سواء من أجانب، من أي حد. بتتجمع هذا في خلال صندوق استثمار اللي هو الكيان القانوني، وبيتم بتقول هذه الأموال إلى شركة أزيموت لإدارة استثمارات هذا الصندوق. طيب إيه الفرق؟ الناس لما يعني الناس تكتتب في صندوق الاستثمار يعني اسمها بتتبرع؟ لا، هي مش بتتبرع. فرق كبير ما بين التبرع وما بين الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري. لما حضرتك هنقول هتتبرعي بمليون جنيه، اصبح ان انت تبرعتي المليون جنيه وتنازلتي عنهم، ما تعرفيش عنهم حاجه. حضرتك رحت حطيتيهم في اي جمعيه للاغراض بتاعت الجمعيه دي، بس للاغراض الخيريه، بس ما تعرفيش الجمعيه صرفت كل جنيه من المليون جنيه ده فين. هل ده عملت بيت هنا، مش عارف عملت جابت كراسي للمعاقين هنا. الفرق كله هنا ان انت لما تبرعتي تيجي الجمعيه بعد كده هتحتاج فلوس تاني، هتصرف المليون جنيه دي، هتيجي تحتاج فلوس تاني، هتقوم جايه ايه عامله حمله تبرعات تاني، تتصل بالناس يا جماعه احنا محتاجين عندنا حالات 1 2 3 لو سمحتم عايزين. فرؤوس الاموال بتتاكل. بالظبط. احنا النهارده جينا فكرنا لا، احنا عايزين نوفر مصدر دائم للصرف على ذوي الاعاقه. فبالتالي حضرتك لما تكتتبي بمليون جنيه انت لا تتبرعي بالمليون جنيه، انما بتوقفي المليون جنيه. يعني ايه بعمل انا هنا؟ بعيد احياء فكره الاوقاف بتاعت مصر، ان واحد بيوقف مبلغ من المال لخدمه معينه. فاذا هنا انا بكتتب بالمليون جنيه، انا لا اتنازل عن المليون جنيه، انما بتنازل عن العائد الاستثماري للمبلغ ده. فبالتالي يعني ما ينفعش احط الفلوس دي واستنى عليها اي كوبون؟ لا، مش هيجي لك عائد عليها خالص. لا، ده اسمه استثمار في الخير. لكن ببقى عارفه انه الكابيتال موجود، راس المال موجود، راس المال موجود نفسه. بيستثمر مثلا المليون جنيه دول بيطلعوا مثلا 100,000 جنيه، فال 100,000 جنيه هي دي اللي هتتاخد تتصرف على ذوي الاعاقه، بحيث ان احنا نحافظ على المليون جنيه، بحيث احنا بكده يبقى بنوفر مصدر دخل وتمويل مستمر لخدمه ذوي الاعاقه. الفلوس هتستثمروها في ايه؟ هل هتستثمر في البورصه؟ هتستثمر في مشاريع معينه صناعيه او خدميه وما الى ذلك؟ الاموال لما بتتجمع، طبعا احنا في 4 بنوك متلقيه الاكتتاب، ويمكن هنا برضو بشكر ال4 بنوك اللي هم متطوعوا لتلقي الاكتتاب بدون اي اجر، وهو البنك الاهلي المصري، بنك مصر، بنك قناه السويس، بالاضافه طبعا الى بنك ناصر الاجتماعي بصفته المؤسس. لما الفلوس بتتجمع في هذا الوعاء او هذا الصندوق الاستثمار، بنقوم على ادارته وفقا لمحددات استثماريه وضوابط استثمار تم ذكرها في نشره الاكتتاب. فهي باختصار بتتنوع ما بين ودائع، وما بين اذون خزانه، وما بين سندات خزانه، وما بين سندات شركات، وما بين جزء في الاسهم في البورصه المصريه. احنا عندنا طبعا شارت بتوضح الضوابط الاستثماريه، ممكن تكون مفيده ان احنا نشوفها دلوقتي وحضرتك بتتكلم. فهو باختصار الموضوع هو هيكون في النسبه الاكبر بتستثمر في ادوات الدخل الثابت اللي هي من ودائع واذون وسندات وما الى ذلك، وفي نسبة 20% في بالظبط في الأسهم أو صناديق الأسهم. أوكي. لما بيتم استثمار هذه الأموال، عائد بقى الفلوس دي بيتم وضعه تحت إمرة مجلس إدارة الصندوق. النهارده مجلس الصندوق الاستثمار أصبح جهة وكيان مستقل. الحقيقة مجلس إدارة استثمار صندوق عطاء هو مجلس إدارة مستقل
مستقل. كلمة بيقول مستقل يعني هو مستقل، مش تابع للحكومة، مش تابع لجهة معينة. بيرقصه الأستاذ عماد راغب، وفي نخبة الحقيقة من ولا يتبع وزارة التضامن ولا يتبع وزارة التضامن ولا يتبع وزارة، ده كيان مستقل. وهو هو ده الفرق، ان هو بيريبورت لمين؟ طيب لرئيس الجمهورية مباشرة؟ لا ما لا لا ده صندوق، ده كيان مع كيان قانوني مستقل بيرقصه الاستاذ عماد راغب. يمكن نائب الرئيس هو الدكتور شريف فاروق اللي هو نائب رئيس مجلس اداره بنك ناصر، مع الاستاذ شريف سامي، مع الاستاذ ايمن عبد الوهاب، مع الاستاذ محمد عادل سري. الحقيقه شخصيات كلها مرموقه، شخصيات كبيره جدا مستقله، لا تتبع لاي جهه حكوميه. هم دول اللي هيكون منوط بيهم ان هم عوائد هذه الاموال هتصرف في ايه. هي هتصرف اما في الرعايه الاجتماعيه لذوي الاعاقه، الرعايه الصحيه، التعليم والتدريب، او اي مصادر اخرى، او اي مصادر اخرى للتمويل. فالصندوق هنا هيبقى عامل زي ماكينه تمويل للمشاريع وللتدريب وللرعايه الصحيه لذوي الاعاقه. واحنا عندنا ايضا لوحه توضح دورة الاكتتاب في وثائق صندوق عطاء الوثيقة ب10 جنيه. الوثيقة ب10 جنيه عشان تبقى متاحة لأي حد، يعني حتى تلاميذ المدارس، أي شخص حد. ممكن أي حد. يعني يسهم في هذا الخير. اشرح لنا من فضلك. هي الفكرة كلها طبعا احنا هنا بنتكلم على المؤسس ومدير الاستثمار، بنتكلم ان اي عميل صغير كان او كبير يقدر ان هو يتوجه لاي بنك من البنوك الاربعة في خلال فترة الاكتتاب الاولي. اي فرع من فروع بنك مصر، اي فرع من فروع البنك الاهلي، او فرع قناة السويس، او بنك ناصر. تمام، بيروح ان هو يقول له انا عايز اكتتب في صندوق عطاء، فباقل مبلغ ممكن ان شاء الله يروح يحط 10 جنيه زي ما حضرتك قلتي. البنك بيراجع طلب الاكتتاب، وبناء على كده بيطلع له وثيقه تثبت ان هو تم الاكتتاب في صندوق عطاء. الفكره كلها ان في مقابل هذا يبقى انا كده قدرت ان انا بستثمر في الخير، قدرت ان انا بحط زي صدقه جاريه، زي وقف خيري. يمكن يعني خلينا نقول ان ده من اعلى درجات الصدقات الجاريه، لان طبعا انا النهارده عارف ان كل جنيه من هذه الاموال هيبقى فيه زي صندوق استثمار بقى، فليه ميزانيه بتطلع كل ربع سنه لتقرير مجلس اداره، بيطلع بصوره دوريه يقول كل جنيه اتصرف فين. بالاضافه والمكتتبين هيكونوا هم جماعه حمله الوثائق. بالظبط، هيكونوا هم جماعه، هم دول جماعه حمله الوثائق اللي وليهم راي في الاجتماعات ولا جماعه حمله الوثائق وفقا للقانون بيبقى ليها راي في الحاجات المهمه. يعني انا ما اقدرش اعدل في حاجات معينه، ما اقدرش اعدلها في نشره الاكتتاب الا ما ارجع لجماعه حمله الوثائق. يعني لو حبيت اغير المحددات الاستثماريه او اغراض الصندوق اللي ما اقدرش، عايز اغير في المحددات الاستثماريه او اغير في اغراض اللي الصندوق هيصرف عليها، ما اقدرش اغيرها من غير ما ارجع لجماعه حمله الوثائق. فهنا انا بخليهم شركاء معانا كمان في اتخاذ القرار وفي الخير اللي بيتعمل ده. سؤال سريع لان وقتنا انتهى. في الفترة الأخيرة يعني ابتدينا نشعر أنه في توجه من قبل المؤسسات الخيرية الكبيرة، منها مثلا مصر الخير، أنه هم يكون عندهم صناديق استثمارية أو يدخلوا الفكر الاستثماري في إدارة الأموال. هل بتتوقع أنه ده يكون اتجاه لكل المؤسسات الخيرية العاملة في مصر؟ هقول لحضرتك الحقيقة ده سؤال مهم جدا. خلينا نقول أن ده بكورة صناديق الاستثمار الخيريه في مصر ولن يكون الاخير. يعني دكتور هلا السعيد مع انها كانت بيعملوا صندوق بتاع التعليم، مصر الخير هيطلعوا برضو صندوق تاني، في كان صندوق تاني برضو كان بتاع للرياضه لغرض. انما خليني اقول لحضرتك حاجه، الجمعيات الاهليه عاده في العالم، هي الجمعيات الاهليه المفروض قبل ما تفكر تنشئ صناديق استثمار، هي صناديق استثمار خيريه هي المفروض تحسن استثمار الاموال بتاعتها، فبالتالي يكون في صناديق استثمار خيريه لاستثمار اموال الجمعيات الاهليه دي، بحيث ان هي تضمن الجمعيات دي وجود عائد مستمر للصرف على الانشطه الخيريه. يعني انا هشجع اكتر الجمعيات الاهليه مش ان هي تنشئ صناديق استثمار خيريه، ان هي تستثمر فلوسها في صناديق استثمار بحيث ان هي تضمن لنفسها عائد دوري مستدام للصرف على الأغراض الخيرية اللي هي بتقوم بيها. بنتمنى لكم كل التوفيق بطبيعة الحال. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية. شكرا. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل لنهاية مال وأعمال. شكرا جزيلا على المتابعة.